هي الحقيقه هالطائفيه اللي صارت ببلدنا لسوء الحظ خلت المسيحي يفكر خيو المسلم عدوه والعكس بالعكس. قدام هالواقع المرير يا خي فراج، الله نعم علينا بنبته بتقضي على الطائفيه بساعه الساعه. خلينا هلا عم نتناقش ما هيك؟ ايه تفضل. الله يخليك يا رب. هالنبته خي فرج يعني كيف بدي اوصف لك؟ فعال كثير ضد الطائفيه، وخصوصا يعني اذا مسكر كل الشبابيك، فبيستغرب الواحد ليه مانعينا. فيك تقول لي حشيشي يعني؟ الحشيشي ايه. يعني الحشيشي ما بيكون وعش وبلا ما يوعى. شو المشكله دخلك انت؟ اذا بده يوعى ويشوف الاسلام والمسيحيه كيف نازلين تعايش ببعضهم لشيء ولا يوعى؟ انا مره حششوني دخل. دخلت مضبوط. في شغلة حطها براسك يا أبو ليلى، إنه الحشيشي ما بتحل شيء. شو بدك بالحكي يا أخي؟ بتحل المفاصل كلها والله. مش مختلفين، بس ما بتحل المشكل. ليش إذا انحليت بيعود فيك تعمل المشكل؟